ايه سنجار صار بين ايدينا، شو رح تعملي؟ يعني ممكن يرجعوكي؟ ما بعرف، حسب الأوامر مجبورة أرجع إذا طلبوني. ونحن شو رح يصير بحالتنا ايلام؟ شو بيعرفني؟ يعني كأنه كل حدا عايش بهالدنيا أموره ظابطة. ايه مزبوط. بتعرفي اليوم لاحظت اني ما كنت بعرفك. كتير منيح، أنا كمان ما كنت بعرفك. فتحي إيلام، اسمحي لي اعزمك على العشاء وهيك نتعرف على بعض اكثر. يعني بصراحة لا تواخذني، ما فيني أرفض هيك عرض رومانسي. يا ربي نسيت، راح عن بالي تماما. أنا والبقية اتفقنا في عشاء وداع لأتاش، مضطر روح. ايه ماشي، بشوفك بعدين. طيب أنا بشوفك بعدين، ماشي إلى حاكيكي. ايه يلا لكان، بسم الله. لو سمحت ممكن نستنى الضابط يفوز؟ هلأ بيجي، وقتها بياكل. يلا بلشوا يا رجال. وانا جعت كتير كمان. الضابط اردم ما رح يجي؟ انا رحت لعنده وعزمته بس قال لي ما بده يجي. ايه طبيعي، لساته معصب. اعطيني صحن بخضرة من عندك. تفضل اخي.
ايه. وينو الضابط الأشعر؟